بأنبوب العقبة، يعني يختلف عن الباقين، مفيد للبلد ما مفيد لو لا؟ هو جيد، هو مفيد جدا، وهو مفيد جداً. سيعطي نسبة من إنتاج العراق باتجاه أوروبا، وهذا ما نحتاجه. القارة الأوروبية جزء مهم من أسواق العراق الحالية والمستقبلية للنفط، وهذا ما يجب على العراق أن يتحرك عليه، إذا كان من خلال أنبوب نفط يأتي من خلال السعودية أو من خلال الأردن. على فكرة من الممكن هذا الأنبوب أن يخرج منا فرع في وسط الأردن باتجاه سوريا ولبنان، مثل الأنبوب العربي للغاز.